ايه رأيك في الحاجات دي؟ الفلوس الممنوعات دي لقيناها في دولابك في اوضه نومك، دي كمان دسيسه عليك يا همام. في دولابي في اوضه نومي؟ واضح كمان انها من نفس الصنف اللي لقيناه في الكاوتش. طبعا مش معقول سعاد زيك على قد حاله هيحوش مبلغ زي ده ويحطه في دولابه. مش ممكن، مش معقول، مستحيل. اعترف احسن لك، اعترف يا همام، الانكار مش هيفيدك، التهمه ثابته عليك انت وشريكك. قلت لهم ان ايدك عمرها ما تمدد بالاذى ولا بالحرام. عملت ايه مع وكيل النيابه همام؟ قول لنا. حبس 4 ايام على زبده التحقيق. ازاي احبسه بريء؟ طب كانوا يطلبوني انا بالشهاده وانا احلف لهم 100 يمين انك بريء. انا مستعد احلف لهم 100 حلفان انك بريء. طب والمعلم فرغالي عملوا معاه ايه؟ حبسوه هو كمان وتحفظوا على المركب لغايه لما القضيه تخلص. لا حول ولا قوة إلا بالله، كم مين يصدق إن كل ده يحصل؟ مش ممكن ياخدوك مني يا همام، دي ليلة فرحنا اللي مستنيينها العمر كله. إن شاء الله بكرة يطلعوا من الحبس وتتجوزوا وتبقى الفرحة فرحتين. يلا يا مكتئب، خدي بالك من نفسك يا حنان. أوعى تسيبني يا ريس همام. معقولة؟ معقولة همام والحاج فرغالي اتحبسوا في يوم واحد؟ حكمتك يا رب. همام بريء، بريء. طبعًا بريء، هو والمعلم فرغالي الاتنين براء. وانا هقوم لهم اجدع محامي من اسكندريه هيجيب لهم البراءه ان شاء الله. كلامي ده همام يا ابني، لقوا لفة تانية في دماغك وألف جنيه. أنا نفسي مش قادر أصدق. مش ممكن ده يحصل أبدا. طب إزاي؟ إحنا طب الكاوتشة ممكن نقول حد لقاها على وش المية وخباها في المركب عشان يبيعها، لكن اللي لقوه ده في دماغك. طب إزاي؟ يا معلم، يا معلم، أنا هشام الريح البدري. إيه الحكاية دي مقصودة؟ تقصد ايه يا همام؟ الايد اللي حطت الكاوتش ده على المركب هي نفس الايد اللي حطت الحاجات دي في الدولاب، هي نفس الايد اللي كلمت البوليس وبلغتهم. ومين اللي ممكن يعمل كده؟ عشان ليه مصلحه؟ مين له مصلحه انه يخرب بيوت الناس ويظلمهم؟ مين له مصلحه انه يظلم بريد؟ مين له مصلحه انه يحبسنا يا همام؟ هو ده بقى السؤال اللي احنا لازم نلاقي له اجابه عشان نخرج من هنا. هنخرج من هنا ازاي واحنا محبوسين زي السمك اللي وقع في الشبك؟ يا ترى عامله ايه يا نرجس دلوقتي؟ عامله ايه انت وابني؟ لوحديكم دلوقتي؟ كم استخبينا فين ده كله؟ كم استخبينا فين؟ ما تعيطيش ياما، ابويا بريء وبراءته لازم هتظهر والحق يبان باذن الله. طب حبسوه ليه؟ زي ما حبسوه هيفرجوا عني. ان شاء الله. احنا لسه جايين من النيابه، كان امل امور عيني اني ارجع ومعايا فرغالي وهمام، لكن نعمل ايه بقى؟ ادي الله وادي حكمته. صعب انا عليا رميته في السجن زي المجرمين والحراميه. انا كمان والله صعبان علي، ده حتى الراجل صحته ضعيفه ما يستحملش. ابويا راجل ويستحمل اي حاجه ومش محتاج حد يولول عليه زي الولايه. طب يا اخويا ما تزعلش قوي كده، المعلم الحوت جاي يواسيكم يا ابني. ابويا لسه عايش والراجل طول ما هو عايش محدش يواسينا. على العموم انا جاي اقول لكم ان انا رقبتي سداده في اي حاجه انتم محتاجينها. معلم فرغالي كان اخويا وصاحبي، وياما كنا عيش وملح سوا، وياما صلينا الفجر حاضر سوا. يعني لو كانوا سابوا المركب وما كانوش اتحفظوا عليه، لكن اللي حصل ده بقى خلى المصيبه مسطين. ابويا راجع والمركب راجع والريس همام برضه هيرجع. تفهم من بقك يا اقول ان شاء الله يا ابني؟ قول ان شاء الله. فوتكم بعافيه. سلام عليكم. وعليكم السلام. كفايه عياط بقى يا ابني. بقول لك ابويا بريء وبراءته لازم هتظهر باذن الله. يا رب. يعني يوم
براء يبقى يوم سجنه. أنا قلبي كان حاسس بخوف، ما كنتش عارفة أنا خايفة ليه. يمكن قلبي كان بيقول لي إيه اللي هيحصل. إزاي؟ إزاي ده يحصل؟ أنا دماغي هتتفجر يا حبيبي. مين؟ مين اللي حط اللفة مع الفلوس في الدولاب؟ مين؟ رجل غريبة، رجل غريبة دخلت البيت من غير ما نحس بيها، بس مين؟ يريد لي مين؟ ودخلت إزاي؟ مش جايز يعني. يعني إيه يا بسيوم؟ يعني جايز يكون همام هو. بسيوني؟ أنت اتجننت؟ كلام إيه اللي بتقوله ده؟ إحنا طول عمرنا عايشين بالشرف وباللقمة الحلال، وعشان اللقمة الحلال راح الدراع، تقوم أنت تيجي تتهمني في دراع التانية؟ مش قصدي يا متولي، مش قصدي. همام راجل وطول عمره جيب لقمته بالحلال، وإذا كان زي ما بتقول كان ما اتجوز بنتك من غير مهر، كان وزنها بالذهب بس من فلوس حرام. ليه قلت اللي قلته ده يا بابا؟ هي حاجة مخول يا بنتي. الألف جنيه دي بتوع مين؟ وجوم ازاي؟ حاجة باينة زي الشمس، ايد حطيتها في الضلمة علشان تخلص من همام. يا بنتي بس مش معقول ابدا، مجنون مين ده اللي يحط 1000 جنيه ويسيبهم كده؟ وعشان ايه؟ داني لو معايا 1000 جنيه ما كنتش هفرط فيهم ابدا، حتى لو اخد اعدام. احنا لازم نتصرف، مش لازم نسكت ابدا، لازم نثبت براءة همام ونعرف مين ورا الحكايه دي. اي مشيت زي الحلاوه، ولا من شاف ولا من دير. ده انت طلعت ولا تعبان البحر يا معلم. قصدك ولا رميل تعلب الصحراء؟ اصل انا احب التعالب، ما احبش التعابين. اللي يشوفك وانت في النيابه النهارده يا معلم وبتواسي المتهمين ما يشوفكش دلوقتي. اعمل ايه؟ اصل كان نفسي اطلع ممثل، لكن لقيت شغلانه السمك اجدع. انا مش قادر اصدق ان التكتيك نجح للدرجه دي. الجوازه باظت والمركب اتحفظوا عليها والاتنين المشاغبين في السجن، وان شاء الله مش هيطلعوا من السجن ابدا. الحكايه اصلها محبوكه قوي. لكن تفتكر يا معلم مش جاهز برضو حكايه الحاجات اللي لو في دلاب همام دي مش جاهز تخليهم؟ تخلي مين؟ همام واللي حواليه. ودول ايه لازمتهم ولا قيمتهم دلوقت؟ المهم ان المساله قدام البوليس والنيابه اخر حلاوه، محبوك على الاخر. يا سلام، بكره البحر ده هيبقى بتاعي لوحدي. ومن بكره ليه يا معلم؟ من النهارده وعاد فيه على البر مراكب غير مراكبك، والتانيه البوليس واقف عليها حراسه. ومش هيهدى لي بال قبل ما اشتري المركب دي، وبعد ما اشتري المركب اشتري الديزل، وبعدين اركب الديزل واطلع فوق خالص. وانا معلم هبقى رئيس على المركب الجديد، مش كده؟ ما تستعجلش، كل الامور هتمشي بالتكتيك، وطولة البال تنول الامل. يا امل حياتي يا عين. اهو انا بقى. الله، على فين يا معلم؟ انت هتروح ولا ايه؟ لا والله ماليش مزاج اروح الليله، انا بقول اوصل اسكندريه اهو، اعدي على الواد الفولي واطمن على ابنه. الواحد يعني يعمل ثواب لاخر يتوب، ما دام مش عارف يعمل حاجه لدنيته. طب بقول ايه يا معلم، ما تاخدني معاك، اصلاني كمان وحشني الثواب الجماعه. يلا يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازاي الولد يا فولي؟ زي ما انت شايف يا معلم. هيخف، هيخف باذن الله. انا شفت في المنام انه هيخف، وانا احلامي ما تخيبش ابدا. هما الدكاتره قالوا ايه؟ نتيجه الفحوص لسه ما بانتش. وماله يا اخويا؟ يفحصوا براحته. هما يفحصوا، بتوع النيابه تفحص، والمحكمه تفحص، وفي الاخر كلنا ليها باذن الله. مش فاهم يا معلم. لا، انت ما دريتش بالخبر ولا ايه؟ خبر؟
خبر ايه؟ مين كان يصدق اللي حصل؟ الراجل الطيب اللي اسمه فرغالي اللي حج بيت الله اللي بنى الجامع اللي مفيش غيره في البلد يطلع راجل عيره ووشه مزقفة؟ مش فاهم. طلع بيتعامل مع المهربين وظبطه هناك في المركب بتاعه بتاع كده فرد كاوتش كده مليان، انما ايه من اجدحه صاف. الواد اللي اسمه همام اللي شغال رئيس على المركب بتاعته لو عنده في البيت شويه بضاعه من نفس الصنف وفلوس كتير قوي اتريهم يا اخويا، هما الاثنين مرتبين المسائل مع بعض وبيتقاسموا، انما على مين؟ البوليس عينين فتاحه، امال هما سموهم حكومه ليه؟ الله، ايه مالك يا فولي؟ ما بتنطقش ليه؟ لسانك داب مخضر. حرام عليكم، حرام عليكم يا مجرمين، حرام عليكم يا مجرمين. حسن، حسن يا حبيبي اسكت. حرام عليكم. الله، حرام عليكم. ايه يا بار؟ هو الواد ده ماله يا فولي؟ بيخطرف، بيخطرف من العيا يا معلم. عنده شرارة جامدة أوي، باين عليه العقل فيها، ربنا يشفي بإذن الله. ما يلزمكش فلوس يا فولي ولا حاجة. اتشك يا معلم، اتشك. طب نسيبك احنا بقى ترتاح مع ابني، وانا ان شاء الله هدعي له في كل اذان. اتفضل. في سلام. على فكره بقول لك يا فولي، عايزين نتقابل بكره في القهوه عشان نتحاسب، عشان احنا بقالنا يا حبيبي اسبوع ما اتحاسبناش. ماشي؟ سلام. ليه يابا؟ ليه يابا سبتهم يعملوا كده؟ ليه سبتهم يحبسوا ده عشان ما عم فرغلي؟ اسكت اسكت يا ابني اسكت. طمني يا دكتور. الفحوص اثبتت ان حاله ابنك سيئه جدا وانه محتاج عمليه خلال كام اسبوع. العمليه دي كبيره ومحتاجه امكانيات كتيره، علشان كده مش هنقدر نعملها هنا، لازم نعملها في مستشفى خاصه وباجهزه خاصه. والعمليه دي هتتكلف كتير يا دكتور؟ مش اقل من 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ لازم تفهم ان حياه ابنك متوقفه على العمليه دي، وان ما عندناش فرصه كبيره للانتظار. بالراحه على التفاح. مالك بتاكل كده زي المسريع؟ اللي يشوفك كده يقول بقالك سنه ما شفتهوش. ان كان علينا بقالنا اكتر من 5 سنين ما شفناهوش حتى. طب يا اخويا، طب يا اخويا كل واشبع. يا سلام يا سلام، لو كانت دماغك مفتوحه للمذاكره كده زي بطنك ما هي مفتوحه للاكل. يعني مش عوايدك تخش علينا وايدك مليانه، وخصوصا بالتفاح الامريكاني. نفسي فيه. وش معنى النهاردة يعني اللي نفسك فيه؟ عشان حبسوا رئيسك همام؟ بتقولي ايه؟ اصلي لا شايفك حزنان ولا شايفك زعلان. واحنا مالنا نزعل ليه؟ ما يكونوش من بيت اهلنا؟ لا يا ضنايا، مش من بيت اهلنا، بس على الاقل حبسة المعلم فرغالي ورمية المركب على الشط فيها وقف حل المحروس ابوه. ولا انت مش بتشتغل على المركب دي برضو يا سي مرجان؟ ما تسكتوا بقى يا وليه، اسكتي، خلينا نعرف ناكل اللقمه بنفس. ويا ترى المعلم الحوت نفسه مفتوحه زيك كده؟ يزور هذا البرنامج جميع مناطق المملكة الغالية. موضوعات كثيرة تهم المواطن والمقيم. مع الناس الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. أنا ولدي يتزوج واحدة مطلقة عندها ولد. هذه البنت حسب المواصفات اللي انطلبتها. متى تزوج؟ انا ومدام فرحانه ليش تبكين؟ جميله، جذابه، مطيعه، حافظه شغالتين، وانا اسوي شاي. تحب مجالسه العجائز. ابيها يوم تنزل تدق سالفه وياك. تجيد الطبخ. طبخت لنا 3 كيلوات فلفل
وتقولي كاري ما تجيب إلا ثلاث توائم في الولادة. زوجة بالكمبيوتر يوميا السادسة مساء على قناة ذكريات. اليوم فواز هو فارس الحكيم ولا دخوف من سيفه يقبل العمر. أنا حس صاطي يكره فواز وما يريد له الخير. متى يعرفوا بوتش إنه صاطي مو من مجاوز غزلي؟ متى؟ صاطي ولد عمها وحق الناس بيها. أنا خاف ولد عمها. الدفلة يوميا الساعة السابعة مساء على قناة ذكريات. لا هتسد نفسهم مين كان يسد؟ الحاج فرغالي اللي كنت بخليه أمني في الصلاة. تصور الراجل الناقص ده يطلع بيتاجر في الممنوعات. أعوذ بالله يا ساتر. أداري الجشع وحش قوي يا جدعان. اللهم اكفينا الشر اللهم احفظنا. وإيه تاني؟ ومش هو وبس، الواد همام كمان اللي عمله رئيس على مركبه وطلع الدراع اليمين بتاعه. الدراع اليمين هو اللي يستلم البضاعة ووصلها البحر وبعدين يفرقوها بقى على بتوع القرش والنص قرش. وين تاني؟ أتاري الحكومة بقى ما بتاكلش من الأوانطة، بس الظاهر إنها كانت حاطة عينها عليهم هما الاتنين، وهوب هوب بساحة السفر قفشتهم زي بتوع السيما. وأوام أوام النيابة حبستهم، بس المركبة قدامها اللي وقفت. تعرفي أنا مش صعبان عليا في الحكاية دي كلها غير المركب واقفة لحالها. وإيه تاني؟ ايه اللي وايه تاني وايه تاني وايه تاني؟ انت بتتكلميني كده زي ما تكوني عارفه الحكايه من طاطا لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه، هو في حد في البلد ما عرفش اللي حصل؟ بس انت لا بتطلعي ولا بتخرجي. لازم وكاله الانباء بتاعتك هي اللي بلغتك التفاصيل، اصل البنت نجمه دي ما يبلش في بقها فوله. تفتكر مين اللي عمل كده يا حوت؟ الشيطان. هو مفيش غيره الشيطان. هو اللي وزهه على التجاره الحرام. ماله أكل العيش بالحلال؟ هو في أحسن بالحلال؟ يا عالم الطعس وبقى خافوا ربنا. أنا قصدي أقول مين اللي حط الحاجات على مركب فرغالي ودلاب همام؟ قصدك إيه؟ قصدي مين اللي حطها؟ لا هيكون مين اللي حطها يعني غير صاحبها؟ تعرف يا توحة المعلم فرغالي ده طلع وشه مش زي قفاه. صحيح هو بنى جامع أنا ما بنيتش، لكن أنا خاف ربنا، الحكاية مش حكاية مظاهر. برضه ما قلتليش يا حوت مين ورا الحكايه دي؟ لا انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ انت بتتكلمي معايا زي ما اكون انا متهم وانت وكيله نيابه. على العموم يا خبر النهارده بفلوس، بكره ببلاش، والحكومه اليومين دول ما يضحكش عليه. طب سابتي يا اختي سابتي، الولاد بيكلمني زي ما اكون انا فرحان ومبسوط في اللي حصل. ايه ده؟ حد بيعيط عندنا؟ في حد مات عندنا والعياذ بالله؟ دي بنتك من ساعة ما سمعت الخبر ونزل عياط. ليه؟ تكونش من بقيت أهله؟ الله، أنت نسيت إن ابن فرغالي بقى زميلها في المدرسة؟ زميلها في المدرسة؟ وهي بقى بتعيط معاه بالمراسلة؟ يا بنتي اطمني، ربنا يريح قلبك.
همام راجل وما يتخافش عليه ابدا. احنا لازم نزوره الصبح، لازم اطل عليه واقول له شد حيلك وان شاء الله الحق هيبان. الزياره ممنوعه يا بنتي، وممنوع حد يروح له دلوقتي. انا هعمل له اكل واوديه له بنفسي، مين عارف هو جعان ولا شبعان دلوقتي. اكل ايه بس يا بنتي؟ انت ناسي انت مين وبتشتغلي ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي الناس تقول عليك ايه لما تلاقيك رايحه لواحد مسجون؟ يقول اللي يقوله. مش كفايه الفضيحه بتاعت امبارح واحنا قاعدين مستنيين عريس اتاريه طلع من بره بره على السجن؟ اوعى تقول الكلام ده تاني يا بابا. همام خطيبي وللازي كان هيبقى جوزي، وانا هستنى لحد ما يطلع ويثبت براءته. ان شاء الله هنتجوز، ومن هنا لغايه ما يثبت براءته انا مش هتطي راسي لحد ابدا، ولا جناحي هيكون مكسور لبني ادم. همام اشرف من اهل البلد كلهم، واللي هيتكلم عليه كلمه وحشه انا عارف ارد عليه ازاي. انت بتهددنا يا فولي؟ انا ما بهددش حد، لكن يروح ما بعدك روح. انا ما عنديش حاجه اغلى من ابني، ويا اما تتفق انت والمعلم الحوت وتتعاونوا سوا وتدفع له الواد ثمن العمليه، يا اما اللعبه اللي بتتلعب على همام والمعلم فرغله هتنكشف. ده انا اقتلك. يبقى هتروح فيها انت كمان وهتحصلنا على الاخره في جهنم. خص عليك يا فولي، وانا اللي كنت عايز اكلك معايا عيش وملح. كان سم هاري وطفحتهولي، ومادام طفحت السم انا بقى ما عادش يهمني، واذا كان على الشغلانه معاك يا حبيبي انا مش عايزها. لكن مين اللي قالك على الحكايه دي يا فولي؟ مش شغلك. ويا اما تتفق انت والحوت وتدفعوا للواد ثمن العمليه، يا اما كلنا هنروح فيها انا ومن بعد الطوفان. يا نهار اخبر ومش فايت. انت متاكد من اللي بتقوله؟ اقول لك انا لسه جاي من عنده دلوقتي. طب وده عارف ازاي؟ مش مهم عارف ازاي يا معلم، المهم ان احنا لازم نخلص منه. وانت ويه ده ايه؟ انت فاكره ايه؟ فرخه هتتضحى؟ احنا نسيبه يهددنا يا معلم؟ وبعدين العمل ايه؟ نار من كل ناحيه. نتفاهم معاه. ده عامل زي المجنون وحاطط روحه على كفه، يا اما الفلوس يا اما. اوعى تقولها، اوعى تقولها. احنا ما صدقنا نخرج من عفريت نقع في عفريت زيه. يبقى ما فيش غير حل واحد، نبلغ البوليس انه بيبيع الصنف على القهوه بتاعته. انت اتجننت يا مرجان؟ جنن ليه؟ دي فكره عالي العال، او ياخد له فيها كام سنه سجن ويغور من وشنا. ولكن يا معلم، لكن ما هو لو بلغنا عنه داخل السجن ممكن يقر علينا من جوه السجن ونروح احنا برضه في داهيه. انا بقول يا معلم اصلح طريقه انك تدفع له. نعم اخويا. اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي ادفع له؟ ومين فينا معاه عشان يدفع له يا معلم؟ يعني هتطربق على دماغنا لوحدي. معلش يا معلمه، بكره تعوض، وهو كل شيء بثوابه. كده فولي، كده برضه فولي. انا عارف ان اللي هيقرب منك دلوقتي هتخربشه، لكن معلش حسابنا بعدين. يعني ايه يا معلم؟ يعني كل شيء باوانه. مش جايز بعد ما ادفع لك وبعد المحروس ابنك ما يخف ويخرج بالسلامه تغدر بينا. اوعدك وعد شرف. وهو احنا عندنا شرف عشان توعدني وعد شرف؟ يعني ايه؟ يعني فلوسك محفوظه على عين والراس لغايه ما يحكموا على همام وفرغالي. ايوه، بس الولد محتاج عمليه ومش هيستنى. ادعي له ربنا يطول في عمره عشان ما حدش مننا ينقص في عمره. Thank you.
بتجيش المدرسه ليه؟ مدرسه؟ هو عم فرغلي لسه محبوس؟ ده انا اول ما عرفت زعلت قوي وقعدت اعيط وكنت عايزه اجي لك، بس بابا بقى مرضاش وقعد يضربني ويزعق. على فكره انا عارفه كويس قوي ان عم فرغلي ملوش اي ذنب وبريء وما بيعملش الحاجات الوحشه دي، لكن بابا بقى الله يسامحه برغم الكلام اللي بيقولوا عليه الوحش ده انا برضو مش مصدقاه. شد حيلك يا مدام، شد حيلك، كفايه العياد بقى، حرام عليكي نفسك. ليه يعملوا فينا كده؟ ليه؟ ده احنا عمرنا ما اذينا حد. شده وتزوري يا اختي، انا جيت لك ازورك مع انك ما بتزورنيش عشان تعرفي غلاوتك عندي. ممكن تقبلي مني دول؟ خلي فلوسك يا تحيه، كتر خيرك، احنا لسه ما مديناش ايدينا للناس. ليه بتقولي كده؟ ارجوك كفايه اللي فيا. الظاهر انا وجودي من اصله مش مريحك. يلا بينا يا ندى، فوتي بعافيه يا اختي. شفتي يا حنان؟ شفتي؟ جايه تشمت فيا وتديني فلوس زي ما يكون لي ميت وجايه تعزيني. ما تقوليش كده يا ست تحية، اكيد ما تقصدش ده، انت بس اللي اصلك تعبانه. انا مش عارفه اعمل ايه، انا في دوامه زي ما يكون قلوعي انكسر، زي ما كنت تايهه وسط موج ملوش اخر. انا حاسه ان الراجل اللي كان ساترني ومضلل عليا راح وسابني للي يسوى واللي ما يسواش. بتقوليش كده يا نانس، بكره يرجعوا بالسلام. لا انا لازم اروح اطمن عليه. ما انا كنت عندهم وما رضوش يدخلوني، حتى الاكل اللي اخدته معايا رجعت بيه. ان شاء الله باذن الله لما يتردوا عن النيابه تفرج عنهم ويرجعوا لنا بالسلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. الرئيس متولي من ساعه ما حصلت له الصدمه وهو مش قادر يصلب طوله ولا يتحرك ابدا. ابويا اهلا يا جمال يا ابني. لا يا حبيبي انا مش عايزك تعيط، دي شتا وتزول. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. النيابه دلوقتي تفرج عنينا والحقيقه حتبان. اللي جابك يا نرجس؟ ازيك وانا عندي اغلى منك؟ ده من يوم ما خدوك وانا عيني مغمضه وبدعي لك ربنا يفك كربك. يا رب يا رب يا رب. ريتهم يسووك وياخدوني في دارك يا معلم، انت ما تستاهلش كل اللي يجرالك ده. ربنا معاك. همام ازيك يا حنان؟ مش مهم انا، المهم انت شد حيلك يا همام، ان شاء الله هنخرج سوا ويوم الخميس الجاي يبقى فرحنا. ولا ليه نستنى يوم الخميس؟ احنا اول ما نخرج من هنا على طول نعمل فرحنا. سيبيه يا حنان، خليه يخش له كل المال. همام شد حيلك يا همام، احنا مش ثانيينكم، احنا من غيركم حالنا واقف. يا همام رئيس النار. فين المعلم فرغلي وهمام؟ دخلوا عند وكيل النيابه. والمحامي معاهم؟ محامي؟ الله، انتوا ما جبتوش محامي ولا ايه؟ طب كنت تقولوا لي، كنت جبت لهم من محامي العشره. شدي حيلكم يا نرجس. هاتوني يا ابو جمال، انا عايزه الحاج. الكلام ده حيتعبك اكتر ومفيش منه فايده. ازاي يحبسوه تاني؟ ازاي يرموه في السجن؟ ما هو العيب عندكم بقى يا ابو جمال، ازاي ما تشدلوش محامي؟ محامي؟ هو الحق يا ناس محتاج محامي عشان يبان؟ لا بقى، دول محتاجين محامي ومحامي كبير قوي كمان. ده انا اجيب له 10 محاميين بس يخرج من السجن. بس المحامي اللي هيجي هيبقى حراق قوي، لان القضايا اللي زي دي بتبقى غاليه قوي.
الفلوس موجودة، ولو رسيت أبيع ذهبي، أبيع كل اللي حلتي وأجيب له أحسن محامي. خش يا حنان افتح الدولاب هتلاقي فلوس كتير وذهب، خديهم واطلعي على أحسن محامي. شو رأيك دلوقتي يا أم جمال؟ نشوف الأول محامي وبعدين بقى نشوف التعاقد. يعني قوموا له محامي كبير وهيدفعوا له من جنيه لخمس آلاف. ده كده ممكن الطلقة تبوظ. طب والعمل يا معلم؟ العمل عمل ربنا، قوم اتكل انت على الله وسيب لنا فترة. ينطلق الفأر الصغير دامبا وصديقه بوبو في رحلة لرؤية البحر. بوبو وصلنا إلى البحر. يكتشف جزيرة منفية ومنحوزة يسكنها وحش. هذا المنحوس سوف يقتلنا. لتبدأ المغامرات وإنقاذ أهل الجزيرة من الخطر. سوف نهزمك يا ابن هيس. لا تفكروا بشيء سخيف كهذا واخرجوا من هذه الجزيرة فورا. لن أتراجع، علينا أن نقاتل. جامبا يوميا الخامسة مساء على قناة ذكريات. أيها السادة، في شمال لندن، في ميامي فلوريدا، في كاليفورنيا، لانسينغ ميشيغان، قريبا من جامعة كولورادو في بولدر، التقينا بأحد أبنائنا الذين يدرسون في هذه الولاية. أبنائنا الطلبة الخارج الذين ينقلون من مناحي العلم الصافية ليعودوا مزودين بأقوى الأسلحة، وهو سلاح العلم، يسهم جميعا في أداء الخدمة الواجبة تجاه وطنهم الغالي. أبناؤنا في الخارج، الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. رحلتك اولا مع العود، هل هي كانت سابقه لرحلتك مع الغنى؟ عود يا ولدي، اهلك في انتظارك. كبار الفنانين، ايام الزمن الجميل. مول العربي بيستقبلوك هنا فعلا استقبال عمري ما شفته. مستر عادل امام، اي حد يسال علي انا قاعد على القهوه بره. تيجي المضيفة تقول لك لما الطيارة هتقع، يعني ايه لما الطيارة هتقع؟ ايه الطيارة هتقع؟ ما خلاص ما انتهينا. نستذكر أعمالهم وأخبارهم في برنامج مميز طير ودينا، الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. Thank you.
كل اللي لقيته في الدولاب. انا انت بتخوننا يا معلم. لا هو معقول اخون حرامي؟ الحق عليا اني طوعتك يا معلم. ده انا كنت هروح فيها، ده الولية صاحت وصرخت وابنها هجم عليا ورحت رازعه كف كان هيروح فيه، ده اني نفدت بجلدي بالعافيه. ولا طبعا يكونوا عرفوك. عيب يا معلمه، ده اني تلميذك برضه. تلميذي ايه يالا؟ هو انا حرام زيك؟ لا العفو يا معلمه العفو. انما ما قلتليش يا معلم انت خليتني عملت كده ليه؟ لا بعدين اقول. روح دلوقتي شوف شغل. ايه طب وحق حقك؟ الحاجات اللي انا جايبها دي مش انا ليا فيها نصيب برضو؟ تفكر ايه يا جدع؟ سرقه نهيبه هنتقاسل فيها؟ امال ايه يا معلم؟ دي امانه مفتري، امانه وحنشيلها لك في الحفظ والصون لغايه ما تطلع بالسلامه يا معلم فرغالي، وحنسلمها لك ان شاء الله. مع ذلك خد دول. دول مقبول يا معلم. ما نشوف بقى هتجيبي له محامي منين يا ست نرجس. اتهجم علينا وسرقنا وكان هيموت جمال. هو مين ده؟ معرفش، الحرمي كان متلتم معرفتوش. هو احنا كنا ناقصين؟ ده سرق كل اللي في الدولاب، ما سابش ولا مليم ولا حته ذهب. ازاي؟ مش ممكن. لو كان الحرامي عارف ان في راجل في البيت ما كانش استجرى يدخل ويسرق. يا ريته كان موتني وما هربش بالفلوس. لا يا حبيبي بعد الشر عليك، سلامتك بالدنيا. المهم دلوقتي سلامة بابا. هنجيب له محامي منين بعد ما الحرامي سرق كل اللي معانا؟ Thank you.
يضحك على المعلم الحوت. امتى حصل الكلام ده يا نجم؟ امبارح بالليل في نص الليل. سيغي وفلوس ناجس مرات الحاج فرغال اتسرقت. وهو انت ما كنتش تعرف؟ وانا اعرف منين؟ ماني قاعد هنا طول الليل وانت لسه داخل عليا بالخبر دلوقتي. بس انت يعني مش شايف انها غريبه انها ما تسرقش الا امبارح بالليل بالذات؟ وش معنى يعني؟ اهو نصيبهم كده. وش معنى نصيبهم ما جاش قبل كده؟ قصدك ايه؟ تكونيش فاكره اني سرقتهم؟ انت قليل الاصل بس مش حرامي. بس بقى قليل الاصل ما يصاحبش الا الحرامي. انت اتجننت هلا؟ جاي تتهمني بان سرقت الاولية الغلبانة دي؟ مش قصدي يا معلم. امال قصدك ايه وانت عمال تقرر فيهم الصبح؟ انا بس كنت عاوز اعرف يمكن يكون عندك فكرة عن الحكاية دي. عندي فكرة عن الحكاية دي؟ ليه؟ قالوا لك عليا ايه؟ بشم على ظهر ايدي؟ ولا كنتش غفير بحرس البلد؟ ولا يمكن عينوني ضابط بوليس بقفش في الحرامية؟ طب ما تزعلش نفسك بقى يا معلم، ما تزعلش نفسك. انا بس صعبان عليا قوي الاولية الغلبانة دي. نعم اخويا صعبان عليك من امتى؟ ده انت من كام يوم كنت مستعد تبيع ابوك عشان اللي في دماغك، دلوقتي بقى صعبان عليك، بقى قلبك رهيف وبيصعب عليك، بقى دلوقتي يا اخويا تاكل بسكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا عفيفي. تعال اخويا شوف الولد الزفر ده اللي صعبان عليه ست نرجس اللي اتسرقت امبارح. انا سمعت الحكايه دي. سمعت كمان ان الست حنان خليتها تعمل محضر في اسم البوليس. ومال اخوي؟ على العموم الحكايه دي جت مصلحه يا معلم. ازاي؟ عشان ما يجيبوش محامي. الواد الحرامي ده زي ما يكون مخطط وايده في ايدنا. من غير محامي فرغاله يروح في الكازوزه هو وسهمان. تفتكر كده؟ امال يا معلمه، دي حكايه مضمونه 100%. طب ايه رايك بقى ان المعلم فرغاله هيترفع عنه اجدعها ابوكاته في البلد ومهما كانت اجرته؟ ايوه معلم، بس مين اللي هيجيب له المحامي ده؟ مش كده امال يا ست نرجس؟ العقد مفيش منه فايده. اما عاد حرامي قليل الاصل صحيح، ويضرب الواد كمان، هو ايه اللي اتسرق بالظبط؟ المهم مش في اللي اتسرق، المهم في المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي والراجل في السجن. صحيح عندك حق يا ست نرجس، انما يعني هي الحكومه ما عرفتش حاجه عن الحرامي ده؟ قالوا انهم هيعملوا تحريات. يبقى عليه العرض، اصل الحرامي وشيلته. شوف يا ست نرجس، انا والمعلم فرغالي كنا زي الاخوات واكتر، وربنا عالم غلاوته في قلبي قد ايه، واحنا كنا مع بعض عيش وملح، وما يخونش العيش والملح الا ابن الحرام، واحنا والحمد لله كلنا ولاد حلال. عشان كده انا اول ما سمعت جيت علشان اقول لك رقبتي سدادة. سدادة في ايه يا معلم؟ انت ست نجمة تسكتي خالص وما تتكلمنيش، ما تقول حاجة لمراتك يا مرجان. ما انا كنت هقول لها حاجة يا معلم. نجمة مفيش اعلى منك. انا بصراحة لما عرفت ان الحرامي قشقش كل اللي حالتهم قلت اجي واقول لك شبيكي لبيكي، اياتها مصاريف للمحامي واياتها مصاريف انت محتاجاها انا تحت امرك فيها. ايوه يا معلم، لكن ما لكنش. لكن ايه؟ ده احنا اهل واخوات. يمكن اراده ربنا ان اللي حصل ده يحصل عشان تعرف المعلم فرغالي كان عزيز عليا قد ايه، او يمكن حامي يا استاذه حنان. ايوه بس اتعبه كبير. ان شاء الله يطلب عنايه اقلعهم.
يكفوا دول؟ بس ده كتير قوي يا معلم. وبعدين بقى ما قلنا انت تسكتي وما تتكلمي، ما تقول حاجه لمراتك يا مرجان. ما انا كنت هقولها كده برضه يا معلم. على العموم فيش حاجه تكتر على المعلم فرغالي واهل بيته، دول الف، ولو عوزتي اكتر رقبتي سداد. خدي. طب يا ريتها جت على الفلوس، ده انا ما بنامش الليل، طول الليل راكع على سجاده الصلاه بدعي ربنا واقول ربنا يفك سجنك يا فرغان يا اخو. من امتى الكلام ده يا معلم حوت؟ يعني ايه الواحد ما يعملش خير في دنيته؟ لا يعني، بس حد اعرف من امتى؟ طول عمري، بس انت مش واخده بالك. بقى تعمل خير بألف جنيه يا ستي؟ من قدم السبت يلقى الحد قدامه. ده انت لا عمرك قدمت لا سبت ولا حد. انا بقى قدمت الاثنين والثلاث والاربع والخميس بألف جنيه. الحسنه بعشر امثالها. انت مش ملاحظ من ساعه ما قربت من معلم فرغالي وبقيت تصلي معاه وتقدم له في حسنات وهو المصايب نازله ترخ على دماغه؟ حكمة ربنا. ونرجس بعت لها 1000 جنيه، عايز ايه من نرجس؟ قصدي كده؟ قصدي واضح زي الشمس، انت عايز ايه من نرجس؟ وانا هعوز من هي يعني؟ لا ما انا ما اقدرش انسى انك كنت عايز تتجوزها قبل ما تتجوزني، كنت حاططها في دماغي. بس ما عرفتش ليه في دماغها بكلامك الحلو. الله، لو انت قصدك يا تحية حرام عليك، اتقي الله. دي ست متجوزة وفي عصمة راجل. ما هو الراجل محبوس، لو اتحكم عليه بالسجن من حقها تتطلق، ولو اتطلقت من حقها تتجوز، ولو اتجوزت ساعتها. يا ست مش لما يحبسوه الأول وساعتها يبقى ندور على ساعتها. ده المبلغ اللي اتفقنا عليه، دول 1000 جنيه من تحت الحساب والباقي بعد القضية ما تخلص. كده اتفقنا. قلت لي إن النيابة جددت حبسهم وحولتهم على جلسة مستعجلة في المحكمة بعد أسبوع. معنى كده النيابة شايفة إن الاتهام قوي. هممه الحاج أبرياء يا أستاذ، صدقني دي قضية متلفقة له. لكن القضية متلفقة إزاي؟ همام خطيبي عمره ما بيتعامل في الحاجات دي، وأكيد الحاجات اللي لقوها في دولابه في إيد غريبة هي اللي حطيتها. إيد مين؟ معرفش. في حد ممكن تشك فيه؟ أعداء ليه مثلا هو المعلم فرغالي؟ أعداء؟ لا، دول كانوا أصحاب أهل الشط كله، ما لهمش أعداء، ده كل الناس بتحبهم. يوم ما قبضوا على همام خطيبي كان يوم جوازنا. أنا على العموم من بكرة هجيب ملف القضية من المحكمة وهدرسه. ولو إني ما أخبيش عليكي، واضح إن القضية موقفنا صعب فيها قوي، ده من اللي أنت حكيتيه، لأن فيها تلبس.